زيارتنا هذا اليوم إلى مشروع ميناء الفاو الكبير، هذا المشروع الاستراتيجي الكبير الذي يستحق منا كل الاهتمام. وتعلمون جيدا أن هذه الزيارة هي ضمن سلسلة الزيارات الشهرية لهذا المشروع الكبير لغرض الاطلاع ومتابعة نسب الإنجاز في هذا المشروع للمشاريع الخمسة وكذلك جدول تقدم العمل. وبالتالي لله الحمد وجدنا هذا اليوم أن نسب الإنجاز قد تصاعدت بشكل جيد جدا. على سبيل المثال مشروع الأرصفة الخمسة وجدناه قد تجاوز 60%، المشاريع الأخرى تجاوزت 40% باستثناء مشروع واحد وهو مشروع القناة الملاحية نسبته 11%، وذلك بسبب تأخر الحفارات الحديثة. الآن دخلت الحفارات الحديثة في عمل القناة الملاحية وبالتأكيد سوف ترتفع نسب الإنجاز. أخوتي الأعزاء، مشروع ميناء الفاو الكبير هو القلب الذي سيضخ في مشروع طريق التنمية، لأنه هناك تكامل كبير بين طريق التنمية وبين ميناء الفاو، وبالتالي حكومة الخدمات أصرت على تنفيذ هذا المشروع الاقتصادي الكبير الذي سوف يجعل من المنطقة متقدمة جدا في المجال الاقتصادي، وكذلك يخلق تكتل اقتصادي في المنطقة وتكامل اقتصادي بين العراق ودول المنطقة. وبالتالي اهتمام الحكومة بهذا المشروع يحتل الأولوية القصوى لحكومة الخدمات بإشراف مباشر من دولة رئيس الوزراء المهندس محمد الشياع السوداني وتوجيهاته بضرورة الإسراع في إنجاز العمل في مشروع ميناء الفاو الكبير وطريق التنمية من أجل تحسين الاقتصاد العراقي والتخلص من الاقتصاد الريعي الأحادي الجانب المعتمد على النفط. وبالتالي إذا ما اكتمل هذا المشروع بشقي ميناء الفاو الكبير وطريق التنمية بالتأكيد سينعكس إيجابا على الاقتصاد العراقي ويرفد الموازنة الاتحادية بمبالغ كبيرة جدا تخفف من كاهل القطاع النفطي.